اهلا وسهلا، مين فيكم رفاعي؟ انا انت زهره مش كده؟ انت تعرفني؟ طبعا اعرفكم كلكم، خالتكم كلمتني عنكم كتير. انت بقى السيد عبد المجيد؟ موظف في السكه الحديد. اهلا وسهلا. طب يا سيد عبد المجيد، انا يسعدني اني اناسبك واتجوز نعمت. اتجوز مين يا حضرت؟ انت عايز تتجوز مراتي؟ مراتك؟ لا دي جوازها. لا الحكايه نعمت، انت وقعتك سودة. اتكلم بادب يا اخينا انت. انا برضه اتكلم بادب. بقى جاي تتجوز مراتي ولك عين تتكلم؟ ده انا هقطعك حياتي. انت زودتها قوي. يا بقى في عرضك. يا بقى في عرضك. ايه الحكايه نعمة؟ فهميني. امشي يا بقى في عرضك. قولي له يا اختي انا ابقى مين؟ قول له اخويا، قولي له يا اختي، قولوا له عيال. مين ايه الحكايه نعمة؟ قولي له يا بلد انا ابقى مين؟ اتكلمي يا نعمة. ما تحطش ايدك عليه احترامك والله. امشي من هنا يا بيه. امشي من هنا. امشي يعني ايه امشي؟ دول غجر ما انتش قد. اللي عايز افهمه، انت متجوزاه ولا لا؟ ايوه متجوزاه. سمعت بودانك بقى؟ ورينا عرض كتابك. بعدك تمشي يا بيه. امشي. بعدك تمشي. بعدك تمشي. يا لهوي يا لهوي. اوعى كده اوعى كده يا ولد. اوعى يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه الحق نعمت يا بيه. ما تسيبهاش لوحدها يا بيه. يا بيه عم مصطفى. عم مصطفى الحق عم مصطفى. عم مصطفى كل البلاوي تطلع من البنت دي. يلا يا بنت انتي ده اللي قدامي. تطلي ايدك يا بطاوية بتاع الفراغ. لو هتجيب لي جيش جرار مانيش جاية معاك. خلاص اللي كنت خايفة عليه راح. ما بقاش في حاجة هخاف عليه. بقول لك الجرني. اوعى تمد ايدك عليه. مش ناصر اللي انت كمان يا سكران افندي. سكران هيفوق لك يا بطاوي. ولما يفوق لي ايه اللي هيحصل يا محوالجي؟ اسمع يا بطاوي كلام كتير مش عاوز. نعمت مش خارجة من هنا وانت تفضل في 60 داهية. كلام ايه اللي بتقوله ده يا عبد المجيد؟ احنا دفنينه سوا بطاقة فرارجي. وكنت فاكر انك خايف ابلغ تبقى مغفل. بقى كده؟ ايوه كده. هخاف من ايه؟ كلها تأبيدة. هنا سجن وهناك سجن. طلعها احسن لك يا بتاع الفراخ. اطلقها؟ ده بعدك. اوعى كده. انا سادر قتل الحكومه. ابني راح في حد. قتل الحكومه يا لهوي. بس يا ست انت اللي خرجك بره. انت يا ولد ضربته بسكينه؟ اي يا بيه. لا يا بيه. انا اللي ضربته. وفي حاجه كمان عاوز اقولها لسيادتك. انا اللي جوزت نعمت من اخينا ده من غير علمه. عندك أوراق تانية على السولة؟ لا يا بيه. اتفضل. معلش يا جمالات، سنة ولا ست أشهر مش حاجة. على الله أكون عرفت أصلح غلطتي يا نعمت. أنت عملت اللي عليك يا عبد المجيد. والعيال ما تخافش في رقبتي. أنا عارف إنك أجدع مني. يغول بك يا جمالات. هنعيش ازاي؟ هناكل منين؟ العيال دي هتتربى ازاي؟ اللي راح راح يا جمالات. احنا في دلوقتي يا اختي. ما تخافيش ما تخافيش. من الفجر هقوم ادور على شغل عشان الزلط وعيالك هياكلوا. بس يا اختي بس. ايوه كريم، من فضلك احجز لي طياره لندن بكره الصبح.
أول طيارة. بعدين هقول لك. مع السلامة. مع السلامة. البيه فين يا فتح؟ عايزه ليه؟ هو فين بس؟ في السرايا. طيب. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، خالتي مظلومة، الجوازة زور في زور، وحبسوا أبويا والبطاوي، أخويا هو اللي ضرب البطاوي، إخواتي بيعيطوا، والأحمد كمان بتعيط، وأمي نازلة لط. طب بس هدي هدي نفسك، هدي نفسك، إيه الحكاية؟ أنا هحكي لك على كل اللي حصل. يا اخي بقول لك هات القلم بتاعي بقى. اوعى تبلد يا ماما، اوعى هات القلم بتاعي بقى. رقبتي يا بيه، هسيبهم لمين؟ المزرعة محتاجة لهم كلهم.